رولا طبجارودي محامية ونائبة في البرلمان اللبناني عن المقعد السني في بيروت عن تيار المستقبل. جماعت رسالة حياة المارونية التي تتبع الكنيسة الكاثوليكية أقامت قداسا في كنيسة مار الياس في انطلياس بمحافظة جبل لبنان. من بين المدعوين لحضور ذلك القداس كانت رولا الطبش، وقالت: نحن ملتزمون بعدم تحويل الاختلافات إلى خلافات. ثم بمشاركتها مع هذا الجمع قامت بإطلاق حمامات سلام في الهواء. دعونا نشاهد. رولا شاركت في المناولة أو ما يعرف بتناول القربان في آخر القداس، وهو طقس يحضره المسيحيون فقط عادة. أعطينا ربي قبل كل عطاء أن نحط التفاتة في سناك. هذا المشهد لرولا من طقس تناول القربان، وهو عبارة عن كسرة خبز ونبيذ يعتقد المسيحيون إنها تتحول إلى جسد المسيحي ودمه بعد الصلاة عليه. أثار ردود فعل على الرغم من أنها لم تتناول الخبز والنبيذ، واكتفى الكاهن بوضع الكأس على رأسها فقط. لكن على وسائل التواصل كانت ردود الفعل متباينة. مهند سعدي يكتب معلقا: لقد أسأت يا رولا الطبش للإسلام والمسلمين، كلامك عن التسامح غير منطقي وليس في محله، والتسامح لا يعني ممارسة الطقوس، وإلا عليك ممارسة الطقوس اليهودي والسيخي والبوذي. وبسام أبو حمدان يغرد: حضور إنساني راقي مميز لا تشبه أي شائبة إلا عند المتخلفين، تحياتي وتقديري ومحبتي لك. بعد الجدل والردود تحركت رولا وزارت دار الفتوى واستمعت إلى شرح عن الأصول الشرعية الإسلامية من أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي، ثم عادت وردت على الانتقادات أيضا. أنا طبعا بس حضرت القداس وتقدمت يعني وقت ما كان في الإرباني، بس أنا ألقيت التحية يعني وغادرت. الحمد لله أنا امرأة مؤمنة ومسلمة وأعتز بديني، وحتى أكدت هذا الشيء يعني كذلك أمام دار الفتوى اللي بنعتبره هو مرجعيتنا الدائمة، واعتزازا بإسلامي يعني حتى فيني أقول أنه أنا نطقت الشهادة يعني مرة أخرى اعتزازا بدين الإسلامي، ولأكد أنه الكل نحن مش معناتها لما نحن نتبادل أو نحن نكون عند بعضنا بنكون نحن يعني طلعنا من ديننا. وأنا وجودي بهذا القديس ليس إيمانا بهذا الدين، ولكن احتراما لمن يؤمن بهذا الدين وليس أكثر. عبر خدمة سكايب من بيروت معنا الأب عبد أبو كسم، مدير المركز الكاثوليكي للإعلام في لبنان. مرحبا بك يعني ضيفا على ترندنج. أين الخطأ الذي حدث في الفيديو الذي شاهدنا فيه النائبة رولا الطبش وهي تتقدم إلى الكاهن وهو يقوم بإعطاء القربان؟ بالنسبة إلينا لا يوجد أي خطأ. نحن كمسيحيين نؤمن أن في الذبيحة الإلهية يتجسد سيدنا يسوع المسيح ونناول جسده ودمه خلال هذه الذبيحة. نستذكر حدث موت وقيامة السيد المسيح الآن كما كانت منذ 2000 سنة، وهذا الجسد ودم المسيح هو يعطى لمن يؤمن به. فقد تقدمت الأخت النائب رولا الطبش إلى المناولة، وكان من الكاهن أن أعطاها البركة. البركة يعني الله يباركك، ولم يناول القربان المقدس لأنه يعني يعرف تماما أنها لا تؤمن بتحول جسد سيدنا يسوع المسيح ودمه في هذا القداس. بالنسبة إلينا لا يوجد هناك أي خطأ ارتكبته النائب رولا الطبش، لكن يمكن عند المسلمين يعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي شنوا حملة عليها، وكما سمعنا قدمت اعتذارا منهم. ولكن تناول القربان أو إعطاء كسرة الخبز المغمسة بالنبيذ هذه حصرا على المسيحيين، لا يمكن يعني لأي أحد من ديانة أخرى أن يعطى ذلك أو يعطى كسرة الخبز إلا إذا كان مسيحيا مؤمنا بالقيم المسيحية أو بالدين المسيحي. صحيح صحيح، هذا هذه مش ضيافة،
هذه ليست ضيافة بنقدمها نحن اللي بنكونوا مشاركين، هذا هو جسد ودم سيدنا يسوع المسيح الذي نؤمن به إيمانا ثابتا أنه مات وقام من أجل خلاصنا. نحن في هذا القداس نجسد ذبيحة الصليب وموت وقيامة سيد المسيح. من لا يؤمن وبرأيك يعني الكاهن في هذه الكنيسة كان محاولة ربما بارعة منه للتخلص من حرج أن يقدم الطعام لها بوضع الكأس على رأسها فقط، هذا ما أردنا نفهم. كان أمام الكاهن برأيي أمرين، إما أن يرفض أن يناولها وهذا يعني يمكن أن يجرحها للنائب، أو أن يفعل كما فعل أعطاها البركة. نحن نقول الله يبارك، والمؤمن يقول الله يبارك، يؤمن بالله، كلنا نؤمن بالله.